السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ صحه لاباس؟ كتعاودوا بخير؟ كنتمنى تكونوا مزيان، تكون الامور ديالكم مزيانه. اليوم الاخوات ديالي بغيت نشارك معكم واحد الوصفه رائعه بزاف للبشره ديالنا. هذه الوصفه هذه ضد الشيخوخه، ضد التجاعيد، كتجبد لنا الوجه وفي نفس الوقت كتصفي لنا البشره ديالنا وكتحيد لنا البقع الداكنه. المهم الاخوات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، هذه الوصفه هذه فيها الحمص. الحمص يعني معروف بالفوائد ديالو على البشره ديالنا، كيصفي لنا البشره، كينقيها. دابا البنات كتاخذوا هذا الحمص هذا وكديروا، يعني كتاخذوا واحد الكميه ديال الحمص كديروا فيها الماء وكنخليوه ليله كامله. دابا هنا راه عندي هنا يعني بيته من قبل، ليله كامله كنخليوه كيف ما كتشوفوا معايا. ودابا الاخوات ديالي غادي ناخذ هذا الحمص هذا بالماء ديالو، غادي نطحنهم وديك الساعه نرجع معاكم. الاخوات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما طحنت هذاك الحمص بالماء ديالو كيولي عندي بهذا الشكل هذا. هذا الماء هذا ديال هذا الحمص كيولي عندنا كيف ما كتشوفوا بحال الكريم اللي غادي نحتفظوا به في الثلاجه لمده ديال اسبوع، ويوميا غادي نبقاو نطبقوه على يعني البشره ديالنا، ماشي غير بوحدو. انا غادي نوريكم شنو غادي نديروا معاه، رائع بزاف البنات هاد الوصفه هذه، يعني جربوها. المهم دابا كيف قلت لكم كنحتفظوا به في الثلاجه، وفين ما كنبغيو البنات نستعملوه كنبقاو ناخذوا داك الحمص اللي طحناه وكنبقاو ناخذوا الكميه اللي غادي نستعملوها. هاد الوصفه البنات بامكانكم يعني ديروا حتى اليدين ديالكم، رائعه بزاف. المهم كيف ما كتشوفوا معايا كناخذوا الكميه وغادي نضيف معلقه صغيره ديال النشا وغادي نخلط البنات هادشي مزيان كيولي عندي يعني واحد الخليط متجانس. وغادي نضيف بعض القطرات ديال عصير الليمون. البنات اللي البشره ديالهم حساسه ما يضيفوش عصير الليمون، يعني يستعملوا غير النشا مع هاد الحمص هذا اللي طحنا كيف ما كتشوفوا معايا الاخوات ديالي. المهم البنات طريقه الاستعمال، كنوضعوا هاد الماسك هذا على الوجه ديالنا يكون نظيف، يعني نديروا واحد المقشر باش البشره ديالنا كتستافد من لي ماسك اللي كنديروا. كنطبقوه على البشره ديالنا وكنخليوه لمده ديال نصف ساعه حتى كينشف لينا، وديك الساعه البنات كنغسلوا الوجه ديالنا بالماء دافي ومن بعدها كنغسلوا بالماء البارد. وكتلاحظوا الفرق، وصفه رائعه بزاف بامكانكم ديروها يوميا وبامكانكم ديروها نهار اه نهار لا اللي بغيتوا، يعني وصفه رائعه بزاف وطبيعيه. وكيف قلت لكم داك الحمص يعني كتحتفظوا به كل اسبوع تبقاو تعاودوا واحد اخر يعني مده ديال الاسبوع. المهم الاخوات ديالي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان الاعجاب ديالكم وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه اللي رائعه بزاف، يعني كتجبد لنا الوجه، كتحيد لنا التجاعيد، كتصفي لنا البشره، كتحيد لنا البقع الداكنه، يعني وصفه ضد الشيخوخه، رائعه هذه الوصفه هذه، جربوها. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وما تنساونيش باللايك ديالكم. وبنات جداد الى زرتوا القناه وعجبتكم ما تنساوش الاشتراك فيها. الى فيديو اخر، مع السلامه.